الدكتور عزيز القبيطي الإدريسي، رئيس المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، المنظم الرئيسي والرسمي لفعالية مؤتمر فاس العالمي للتصوف في حلته الرابعة. الحمد لله، يعني المؤتمر كل سنة يعرف تجديدا على مستوى الحضور وعلى مستوى الفكر، فهذه السنة اخترنا كمحور لهذا المؤتمر هو التصوف وبناء الإنسان، حيث إن المؤتمر السابق كان في عنوان التصوف وبناء السلم العالمي، ووصلنا إلى خلاصة مفادها أنه لا يمكن بناء السلم الكوني العالمي إلا من خلال بناء الإنسان. فإن شاء الله المحاضرون الذين يجتمعون هنا من مشايخ ومن علماء من أزيد من 30 دولة سيناقشون هذا المحور الأساسي الذي هو التصوف وبناء الإنسان، على أمل أن نخرج بتوصيات إن شاء الله بمنهج عملي يمكن تعميمه على المدارس العمومية وعلى كافة المؤسسات الدينية، فيه مقترحات عملية لبناء الإنسان بناء نفسيا سلوكيا عقديا روحيا، بناء يخدم الإنسان به نفسه وأسرته ومحيطه الخارجي ووطنه والإنسانية جمعاء. نعم، المغرب في الحقيقة هو بلد الأولياء، والطرق الصوفية إنما تنبني على وجود أولياء الله سبحانه وتعالى أو مشايخ التصوف، ما يعرف بمشايخ التصوف أولياء لله تعالى، كما يقول ابن قنفذ القسنطيني أحد يعني علماء الصوفية، يقول أن أرض المغرب الأقصى تنبت الصالحين كما تنبت الكلاء. فإذا كان المشرق بلد الأنبياء فالمغرب بلد الأولياء. لماذا؟ لأن هذا البلد بلد مبارك، لأنه تم فتحه من طرف آل بيت رسول الله سيدنا مولى إدريس، ومولى إدريس ترك ذريته المباركة، وهذه الذرية المباركة أنجبت صلحاء، وهؤلاء الصلحاء ما زالوا بهذه الأرض إن شاء الله حتى تفنى، وكل يوم الخير في ازدياد، لأن يعني الله سبحانه وتعالى خيره لا ينقص بل دائما في تواصل، وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، صدق الله العظيم. التصوف هو جوهر الإسلام، التصوف هو المقام، يعني كما إذا أردنا أن نعرف التصوف بتعريف بسيط نقول التصوف هو سلوك تزكوي من أجل الوصول إلى مقام الإحسان، فهو ليس فقط هو الإسلام كدين، الإسلام كدين في مقامته الثلاث، مقام الإسلام والإيمان والإحسان، فالتصوف هو الذي جمع هذه المقامات الثلاث، وهو يتربع على عرش هذا الأمر، لأنه التصوف هو فهم حقيقي للدين، فهم علمي، وفي نفس الوقت هو فهم يعني يترتب عنه اعتقاد قلبي وممارسة قلبية. ليست هناك علاقة إلا علاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. التصوف له منهج مختلف عن المنهج الشيعي، لأن التصوف يقوم على وجود المشايخ، وهؤلاء المشايخ لا عصمة لهم وإنما هم أولياء الله، فهم محفوظون بحفظ الله، في حين أن الشيعة ينظرون إلى الإمام على أنه معصوم. الصوفية يحبون آل بيت رسول الله محبة حقيقية، ويحبون صحابة رسول الله وهم يتبعون منهجهم. الشيعة منهم يعني يتبعون أو يدعون اتباع منهج آل البيت، ويعني لا يعترفون ببعض المدارس الصحابية، وهذا يعني في اختلاف بين جدا، يعني هذا محل دراسة أكاديمية ينبغي أن تكون مطولة في هذا المجال، وإذا يعني كان هناك مجال ممكن أن نتحدث في تفاصيل أكثر حول الفرق بين التشيع والتصوف. التصوف من أهل السنة والجماعة، التصوف لم ينفصل أبدا في تاريخه الطويل عن المدرسة السنية، عن المذاهب الأربعة المعروفة، المذهب المالكي والمذهب الحنبلي والحنفي، ويعني المذاهب الأربعة والشافعي، وأيضا هو مدرسة تعتمد على العقيدة الأشعرية وعقيدة المطردية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وغيرها. فليس من يعني قد توجد بعض الروحانيات في الشيعة أو في بعض المدارس حتى الدينية الغير الإسلامية، ولكن هذا لا يعد أن يكون عرفانا فقط، ليس تصوفا بالمفهوم السني بالمفهوم النبوي للتصوف. حفظكم الله.